ومن 2005 وهم منظرين لك لحد ما جه. يا ده انا ببقى سعيد لما اعرف ان الاخوان المسلمين بهذا القدر من التربيط والذكاء والتكتكه، ده دليل على ان هم ناس تكحين لدرجه انه يطيح وبأخوهم الغلبان اللي اسمه عبد المنعم والفتوح. بس ما اريد ان اصححه ان انا لم يطح بي احد. انا اعتذرت بالفعل، انا مش عارف الاعلام مصر على انه قد تم اخراجي والاطاحه بي والى اخره. طبعا انا لو اطيح بي في انتخابات هذا شرف لي، لان اي انتخابات لازم ناس تنجح وناس ما تنجحش، والا ما تبقاش انتخابات. اي بس مش كان في اعاده وكان اسمك موجود هذا برضو. كله كلام اعلامي ليكن حتى لو كان كده، لكن انا معتذر علنا وسرا وجهرا. ايوه بس النهارده في الحوار اللي اتنشر النهارده للدكتور محمد حبيب اللي قريته بعنايه جدا في مصر اليوم، هي يعني لم يعترض على فكره خروجك. يعني هو يعني لما المحرر بيسأله بيتكلم في السياق العام اللي كلنا فاهمين منه انه دكتور محمد حبيب ودكتور عبد المنعم مفتوح خرجوا، الحقيقة لم يعترض ولم يعلق، في نوع من الموافقة يعني. هذه مسألة تخصه يعني، لكن انا بقول اللي انا قدمته وطلبت بيه مع توضيحي ان حتى لو انا ما نجحتش في الانتخاب، ما هو المشكل؟ من الانتخابات لازم ناس تنجح ناس تصعد، وانا لست يعني مميزا عن غيري من مئات الالاف من الاخوان المسلمين في مصر حتى يجب علي ان انجح ولا. بس انا من باب الحياه الامانه وتوضيح المساله انا اعتذرت، وهذا اعلنته، ان انا لا اريد ان اكون مرشدا ولا عضوا في مكتب الارشاد لاسباب كثيره، منها ان انا مكتب الارشاد في التقرير قلت عليه اعلى سلطه، ليس صحيح. اعلى سلطه في جماعه الاخوان المسلمين هي هيئتها التاسيسيه او مجلس الشورى المكون من 105، ده هي دي اعلى سلطه. لكن مكتب الفئه مكتب تنفيذي، وانا في الثلاث السنوات الاخيره لم اعد قدراتي التنفيذيه وفي اللي تحتاج متابعه يوميه واتصالات اصبحت ضعيفه. فوجدت من الامانه والصدق ان انا كيف اقول لاخواني ومن ان دي تكليف وليس تشريف. طب اذا كان تكليف ومش قادر تقوم بيه، لماذا تبقى؟